اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم إخواننا الكرام، يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة إن شاء الله. مع حضرتكم هاني فرج من قناة عربية. قبل ما نتكلم عن العربية اللي معنا النهاردة، لو حضرتك عندك عربية وعايز تبيعها من خلال القناة، كل اللي على حضرتك هتتواصل معانا على رقم الواتساب الخاص بالقناة اللي هو 04-30-35-91. ابعت لنا فيديو للعربية وكمان صور للعربية وجميع مواصفات العربية، وان شاء الله هيتم عرض العربية على القناة وربنا ييسر لكم الحال ان شاء الله ويتم بيع العربية من خلال القناة. وعلى فكرة الحمد لله بفضل الله طبعا اولا واخيرا ناس كتير جدا اتباعت عربياتهم من خلال القناة. النهاردة ان شاء الله جبت لحضراتكم عربية إيسوزو دي ميكس موديل العربية 2007 الشكل الجديد. هسيب حضراتكم دلوقتي مع بعض الصور الخاصة بالعربية، وبعدين هقول لحضراتكم على مواصفات العربية وكمان سعر العربية وكمان طرق التواصل مع صاحب العربية. يلا بينا على بركة الله. رجعت لحضراتكم من جديد علشان اقول لحضراتكم دلوقتي على بعض المواصفات الخاصة بعربية إيسوزو دي ميكس موديل العربية 2007، العربية الشكل الجديد، العربية باور، العربية زيرو بره وجوه بدون جرام بويا واحد، الموتور بتاع العربية سليم وآلات الجر سليمة، العربية فيها طقم جنوط سبور بكاوتش جديد، العربية نمر الغربية، العربية مش عايزة جنيه مصروف، العربية تعتبر كسر زيرو. هقول لحضراتكم دلوقتي على طرق التواصل مع صاحب العربية لأنه قال السعر هيكون من خلال الاتصال، وكمان لو حضرتك عايز تسأل عن بعض الأمور الأخرى الخاصة بالعربية هيكون على رقم 010-40-37-94 للتواصل مع صاحب عربية إيسوزو دي ميكس موديل العربية 2007 الشكل الجديد، هيكون على رقم 040-37-94. ده كان موضوعنا النهاردة. استنونا في مواضيع جديدة وأخبار جديدة على قناتكم على اليوتيوب قناة عربيات. لو عجب حضرتك الفيديو واستفدت منه ما تبخلش علينا بلايك، وكمان تفعل زر الجرس علشان يجي لحضرتك كل الفيديوهات اللي بننزلها على القناة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.